بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاه ونجينا بها من جميع الاحوال والاجال، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها اعلى الدرجات، وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات. اللهم وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى، ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وذريتنا ووالدينا وكل من سألنا الدعاء وجيراننا وكل من استشفع بنا واستشفعنا وحسن الظن بنا. اللهم يسر أمورنا وأموره، اللهم اكتب لنا ولهم التوفيق والسداد، واشف أمراضنا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، آمين. أما بعد، نكمل قراءة كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن سعد بن سعيد أبي جمر الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة. وكنا قرأنا الحديث الأول في هذا الباب، وهو حديث بدء الوحي، ولهذا المصنف أوجه يعلق بها على هذا الحديث. وقفنا عند الوجه 31، الوجه 31 لقائل أن يقول: قد اختلف العلماء هل البشر أفضل من الملائكة أو بالعكس، على قولين. يعني هل البشر مطلقا أفضل من الملائكة مطلقا؟ فيها خلاف. نسأل لأن ربنا أسجد الملائكة لسيدنا آدم وهو أبو البشر، فلابد أن يكون لهم خصوصية، فيكون البشر أفضل من الملائكة بهذه الحيثية. وعلماء آخرين قالوا لا، ليس على الإطلاق، بل بعض البشر أفضل من الملائكة والبعض الآخر أدنى من الملائكة. فالكافر مثلا لن نقول أنه أفضل من الملائكة من البشر، لا يعقل، لأن الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع لا يعصون الله ما أمرهم. فيبقى الأنبياء مطلقا أفضل من الملائكة مطلقا، وكذا الأولياء والصالحين والعارفين بالله أفضل من عموم الملائكة، أفضل من عموم الملائكة لا من خصوص الملائكة. ما نقدرش نقول أفضل من سيدنا جبريل مثلا. ثم بعد ذلك يأتي من الأفضل مطلقا، البشر الكامل أم الملك الكامل؟ أفضل الملائكة سيدنا جبريل، وأفضل البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا التفاضل، هل سيدنا محمد أفضل من سيدنا جبريل أم لا؟ ابن حزم فضل الملائكة سيدنا جبريل على سيدنا محمد بأنه هو الذي حمل الرسالة لسيدنا رسول الله، ولا بد أن يكون هو أكثر علما، ده رأي ابن حزم. وبعض العلماء توقف، بعض الظاهرية توقف ولم يفضل، قال نتركها. ولكن العجيب أن الدليل على أفضلية النبي من القرآن واضح، يعني أنه أفضل البشر على الإطلاق من القرآن، الدليل واضح من القرآن. ربك بيقول إيه؟ أكرمكم عند الله أتقاكم. طب من أتقى الخلق؟ بإجماع المسلمين هو رسول الله، قال أنا أتقاكم لله وأعلمكم بالله، مش كده برضو؟ فلما يبقى أتقى الخلق هو رسول الله، يبقى هو أكرم الخلق على الله، واضحة بدليل القرآن. ثم قال أنا سيد ولد آدم، فإذا كانت الملائكة سجدت لآدم وهو سيد الملائكة، سيد ولد آدم،
يبقى كأن الملائكة سجدوا لوجود نطفة النبي في ظهر آدم، فأفضلية واضحة. ثم بعد ذلك لو لم يكن نبيون أفضل الورى ما أما في أرض ولا أما في سماء، يعني سيدنا رسول الله أما جميع الأنبياء في الأرض، وإحنا قلنا أن الأنبياء كلهم أفضل من الملائكة، وهل أفضل من سيدنا جبريل أم لا؟ خلاف كبير، والراجح لا. ثم يبقى بعد ذلك خمسة هم أفضل من سيدنا جبريل بإجماع أهل السنة بعد ذلك، لأن لا يعتد بخلاف الظاهري، أفضل الخلق على الإطلاق هم خمسة الأنبياء الأولي العزم بترتيب الأفضلية: سيدنا محمد، فسيدنا إبراهيم، فسيدنا موسى، فسيدنا عيسى، فسيدنا نوح، بالترتيب كده على حسب ما علمونا في علم التوحيد. ثم بعد ذلك يأتي سائر الأنبياء، هل هم أفضل من سيدنا جبريل أم لا؟ خلاف، ممكن بقى تجد استنباطات لكن لا يوجد فيها مسألة يقينية، فمن يقولهم أفضل لا بأس، واللي يقول لا أو يسكت لا بأس ما يدورش، لكن البأس كل البأس ألا تفضل نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، لأنك كأنك سلبته فضيلته التي أعطاه الله إياه. نبينا أما جميع الأنبياء على الأرض، وتقدم على سيدنا جبريل في السماء، مش كده برضو؟ كل المسلمين عارفين أنه عند سدرة المنتهى تقدم على سيدنا جبريل، يبقى عشان كده بيقول لك نبينا لكم أفضل الورى ما أما في أرض ولا أما في سماء، دليل بسيط سهل. وفي كتاب مصنفه مولانا وشيخنا السيد عبد الله الصديق الغماري مسميه دلالة القرآن المبين على أن النبي أفضل العالمين، كتاب مطبوع من سنة 51 من القرن الماضي، يعني بقاله الوقت أكثر من 56 سنة مطبوع، والناس ما بتشتريهوش مش عارف ليه، مع أنه كتاب قيم ولا يوجد مثله في بابه إلى يومنا هذا، لأنه جاء من أول الفاتحة إلى سورة الناس، واستخرج من القرآن كله أدلة أن النبي أفضل العالمين من أول الفاتحة، فسورة البقرة، فسورة آل عمران، فسورة، بهذا الترتيب، وكله من القرآن، ولم يأتي فيها بحديث واحد، عشان كمان يريح القرآنيين، الجماعة اللي يقول لك ده حديث موضوع ده حديث ضعيف، جاب لهم من القرآن. فننصح المسلمين أنهم يقرأوا مثل هذا الكتاب، لأنه كتاب عظيم يعرفك قدر نبيك فتزداد تعلقا به ومحبة فيه. لكن على أي حال هنا الشيخ بيقول لقائل أن يقول قد اختلف العلماء هل البشر أفضل من الملائكة أو بالعكس على قولين، فعلى قول من يقول بأن البشر أفضل من الملائكة فمستحيل أن يحصل القوة للأفضل بملامسة المفضول، والجواب عنه إنا لا ننظر هنا إلى الأفضلية بالذوات، وإنما ننظرها من قبل المعنى، وهي موجودة هنا لأن جبريل عليه السلام كان حاملا لكلام الله عز وجل في ذلك الوقت، فحصلت له الفضيلة لأجل ما احتمل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده القرآن إذ ذاك، ويشهد لهذا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا الكلام طبعا قابل للمناقشة، هذا الكلام كله قابل للمناقشة، كون النبي ما كانش عنده القرآن لحظة ما جاله سيدنا جبريل ده كلام قابل للمناقشة، لأن في من القرآن ما يدل على أن النبي أوتي القرآن قبل أن يكون بشرا عندما كان حقيقة أحمدية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أول الخلق لكن لم يكن بشرا، كان نورا ساريا في الأكوان رحمة للعالمين، ثم مثله الله بشرا سويا في سورة محمد يقول كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعد، هو نفسه قال كده صلى الله عليه وسلم. قيل له يا رسول الله متى كنت نبي؟ سيدنا يحيى أوتي الحكمة صبية، أتيناه الحكمة صبية، يعني جات له النبوة وهو جنين في بطن أمه سيدنا يحيى. أنت بقى متصور أن نبيك جات له النبوة في سن الأربعين؟ أبدا،
ده ربنا أظهر النبوة الكامنة فيه في سن الأربعين في عالم الملك، لكن النبوة كانت فيه من قبل ذلك، لأنه عندما سئل متى كنت نبيا يا رسول الله قال وآدم منجلل في طينته. يبقى نبوة النبي كانت وآدم منجلل في طينته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في هذه الحالة لم يكن بشر، فلما انتقل إلى أطوار البشرية وطبيعة البشر أن ينسى، وفي من القرآن ما يدلك على أن القرآن نزل على النبي أولا قبل خلق جبريل أصلا، عندما كان نبيا قبل خلق الخلق، لأنه هو القبضة الأصلية والتعين الأول كما قلنا صلى الله عليه وسلم. ربك في القرآن بيقول إيه؟ وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. طب الآية دي لمين؟ وإنك لتلقى، فين الواسطة؟ لا يوجد واسطة، حيث لم يكن هناك واسطة بين النبي وبين ربه عندما كان أول الخلق، قال له كده وإنك، يبقى بيذكره بالحقيقة الأولية بهذه الآية التي نسيها بسبب تطوره البشري، وطبيعة التطور البشري أن ينسى الإنسان. أنت مش ربك أخذ عليك العهد وأنت في صلب أبيك آدم؟ طب فاكره أنت؟ فاكر مين كان واقف جنبك؟ مين كان على شمالك ومين كان على يمينك ومين كان قدامك ومين خلفك؟ طب قول لي كده. ناسي، لكن أول ما تطلع روحك إن شاء الله كده بالسلامة وتكون على أكمل حال، وتطلع روحنا إحنا على أكمل حال، أملنا في الله كبير، هتتذكر. تصدق بقى هتفتكر العهد الأول كان مين واقف جنبك ومين قدامك ومين وراك، ولما قلت بلى كان حالك إيه وكنت بتفكر إزاي، هتفتكر كل ده، لكن أنت دلوقتي نسيه، لكنه موجود. أخذت العهد عليك. طيب لما نادى سيدنا إبراهيم وأذن في الناس بالحج، بيقول لك حتى الأرواح في أصلاب الآباء لبت، ربنا أسمعها، ويقول لك اللي لبى مرة يحج مرة، واللي لبى مرتين يحج مرتين، واللي لبى في التلبية الأولانية خالص اللي أنت نسيه يحج ثلاثة، واللي لبى أربعة يحج أربعة. هتحج بعدد ما لبيت وانت في صلب ابيك لما سيدنا ابراهيم اذن بالحج. شفت حاجات عجيبه دي انت مش فاكرها. يبقى لا تتعجب ان النبي اوتي القران حيث كان قبضه اصليه، نبوه اوليه، لكنه نسيها بعد ذلك، فاحتاج ان يظهرها الله له، لانه عندما صار بشرا احتاج للوحي، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحي، واحنا بنتكلم على النبي قبل ان يكون بشر. فهمت بقى المسألة؟ والإشارة إليها في قول الله وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم بغير واسطة. يبقى ده النبوة الأولية الذي قال عنها صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم منجلل في طينته. لا يكون نبيا إلا بوحي، ما هو النبوة معناها وحي مش كده؟ ده تعريف النبوة، يعني هيبقى نبي من غير وحي؟ ووحي النبي اللي هو القرآن، كأنه أوتي القرآن وآدم منجلل في طينته، وإلا هيبقى نبي منين؟ هيبقى نبي من غير مؤهلات. ما هي مؤهلات النبي أن ينبئ بالغيب، النبي جاي من الإيه؟ إما من الإنباء يعني بالغيب، أو من إيه؟ النبأ اللي هو الشيء المرتفع، يعني لأنه مرتفع قدرا مش كده برضه؟ نبأ على فلان أي ارتفع على فلان، فهي جاية من نبأ يعني ارتفع، ولا جاية من أنبأ يعني ينبئ؟ الاثنين جاية من الاثنين. فالنبي مرتفع على قومه مكانة وعلما وفضلا، وفي نفس الوقت ينبئ بالغيب. لكن يبقى آية تقول وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. ممكن تيجي ترد علي بالآية دي، قول لي ما ربك بيقول له وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يبقى أنت كده بتغشنا ولا إيه يا عم الشيخ مثلا؟ ولك الحق أن تسأل هذا السؤال، لأن ده قرآن لازم تفهم معناه. يبقى ربك سبحانه وتعالى بينبئ النبي بحاله قبل نبوته في الفترة التي بين خلقه وبين إنبائه. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لأنه عندما خلقه أولا خلقه نورا ثم تجلى عليه بالنبوة. في الفترة التي بين خلقه وبين تجليه بالنبوة نوه عليها بهذه الآية ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان
ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فكأن القرآن فيه إشارة لكل مراحل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك في حال النبي لما صار بشرا قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. طيب، والدليل أن النبي كان عنده قرآن قديم ونسيه ثم تذكره من القرآن منين؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما ابتدى الوحي يتتابع ابتدى يتذكر الحقيقة الموجودة فيه من الأول، فبقى يقول مع سيدنا جبريل. فلما ابتدى يقول مع سيدنا جبريل، زي ما تيجي انت مثلا واحد يفكرك حاجة وانت كنت ناسيها، فأول ما تسمع كلمة والتانية تبتدي تقول بعد كده معاه. وده اللي حصل. أم ربك سبحانه وتعالى قال له إيه؟ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علم. يبقى لما ابتدى يتذكر فابتدى يعجل، فربنا قال احمي هذه الحقيقة حتى لا يعلمها إلا أهل الخصوص، لأن لابد لكل حسناء من نقاب. فلم يرد الله أن يفضح هذا السر العجيب حتى لا يعلمه إلا أهل الخصوص من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، واللي يعلمه يسرح من أهل الخصوص، لأن هي إشارات لا يعلمها إلا أهل الفضل. ولكن كل الناس ما قاعدة تقرأ القرآن، لكن ما تاخدش بالها من ترتيب هذه الآيات ومعاني، إلا لو كان من الناس اللي بيحبوا النبي محبة زائدة، فيقوم يبتدي يعرف الدرة الغالية دي أصلها إيه وفصلها إيه صلى الله عليه وسلم. وأشار عن نفسه صلى الله عليه وسلم كثيرا، وعشان كده قال إيه؟ قال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. يبقى في أدلة كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن قبل أن يكون بشرا، ثم بعد ذلك نسيه عندما صار بشرا، فاحتاج بعد ذلك إلى الوحي، فلما جاءه الوحي ابتدى يتذكر، يتذكر بإذن الله وبقدرته، فينسى ما ينساه. وعشان كده في حادثة الإفك مثلا، طب ما كان مزروع فيه صورة النور وعارف أنها بريئة، لكن نسيها لحد ما نزل القرآن فبرأ زوجته، فلما نزل صدق ما كان عنده صلى الله عليه وسلم، لأن من طبيعة البشرية هي النسيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صار بشرا سويا كان ينسى كسائر البشر، وعلشان كده صلى الظهر مرة ركعتين ونسي وسلم، فقالوا: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن، لا قصرت ولا ننسيت، لأنه كان مش متصور أنه صلى الظهر ركعتين، لأنه غاب سره عند ربه، فنسي الذكر بالمذكور ونسي الصلاة بالمصلى، غابت تماما صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لم يذكر أنه صلى 2 ولا 4 خالص. يقول لك: قد غاب عن كل شيء سره فسهى عما سوى الله، فالتعظيم لله. يبقى علشان كده النبي كان ينسى لأنه بشر، لأنه أرسل للبشر ليكون أسوة للبشر، فكان نسيان النبي تشريع، كان نسيان النبي من كمال تشريعه، لأنه أرسل للبشر الذين ينسون، فلو لم ينسى ما كناش عرفنا إزاي لو نسينا احنا في صلاتنا هنعمل ايه، فكان لابد أن ينسى حتى يتم التشريع فنعرف أحكام الناس في الصلاة ماذا يفعل، وإلا لو لم تحدث ولو مر مع رسول الله كنا عرفنا أحكام السهو في الصلاة إزاي. فكان نسيان النبي تشريعا وكان محض كمال في حقه، لأنه فيه كمال لبيان التشريع، وإلا كان حيبقى نقص بيان التشريع. يبقى أحوال النبي كلها فيها كمال، ولو كان في ظاهرها نقص إلا أن في باطنها كمال، والله تعالى أعلى وأعلى. وعلى شكل الكلام ده على أي حال قابل للمناقشة. الوجه 32 فيه دليل لأهل الصوفة، حيث يقولون إن التحلي لا يكون إلا بعد التخلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تخلى أولا حتى لم يبق من مجهوده غاية، فلما أن كان تخليه أفضل وأشرف من تخلي غيره والبشر قاصر عن التخلي لها، ضمه جبريل عليه السلام حتى حصل له تخلي من نسبة ذلك التخلي، ولذلك قال: حتى بلغ مني الجهد، لأن التخلي هو ضمه إليه حتى بلغ من مجاهدة النفس الغاية، والتحلي هو إلقاء الوحي إليه،
وهذا دليل على ما قدمناه. يعني يقول لك ايه، كان سيدنا اسماعيل صادق العدوي شيخنا رحمه الله كان يعرف التصوف بايه، كان يقول لك التصوف هو تخلي وتحلي وتجلي، كان يعرفه بالطريقة الجميلة دي. التصوف هو التخلي عن كل خلق ذميم والتحلي بكل خلق حميد، فلما يصير التحلي هذا فيك خلق يتجلى الله عليك بعد ذلك بكمالاته وأفضاله، فيصير لك سمعا وبصرا ويدا ورجلا، فتصير عبدا ربانيا. إذا استعذت بالله أعاذك، وإذا سألته أجابك، وإذا تحركت في الأكوان تحركت لك، وإذا أشرت إليها انصاعت لإشارتك. دي يبقى هي المسألة. واتقوا الله ويعلمكم الله، يعلمكم الله هو التجلي، واتقوا الله هو التخلي والتحلي، يبقى ربك جايبها برضه في القرآن. واتقوا الله ويعلمكم الله، والتقوى تكون بالتخلي فالتحلي، التخلي عما يغضب الله من خلق وقول وفعل واعتقاد، والتحلي بكل ما يقربك إلى الله من خلق وفعل وقول واعتقاد. فإذا فعلت ذلك فقد اتقيت الله فيعلمك الله، وتعليم الله لك هو التجلي. وعشان كده بيقول لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ متخليا أولا، تخلى عن كل أخلاق الجاهلية الذميمة، فتفكر في عبادة ربه في غار حراء، فلما كمل تخليه جاءه سيدنا جبريل فضمه الضمة الأولى لينسى اجتهاده حتى يتخلى عن تخليه، حتى لا يظن أنه وصل لهذا بمجهوده أو بجهده أو بفعله، لا حتى لا يكون معتمدا على عمله، بل يكون الاعتماد على ربه، فينسى العابد حتى عبادته، وينسى الذاكر حتى ذكره، لأنه قد عبد بالله وذكر بالله، ولم يفعل ذلك بنفسه، لأنه لا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا ينسى الخير لنفسه، فكل خير هو من الله يظهره على يد من شاء من العباد. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فكل نقص يظهر عليك فالعيب فيك لبيان أصلك، وكل خير يظهر عليك فمن محض تجلي الله فيك. كما قلت لك أن الله تجلى علينا من خلال نبينا بكلامه، وهي صفة ذات، صفة كمال، وهو القرآن. فتحول الكلام وهو بغير صوت وحرف ولفظ، تحول إلى قول، وفرق بين الكلام والقول. ولذا يقول على القرآن إنه لقول رسول كريم. فالقرآن قبل نزوله على لسان نبينا كان كلاما لله بغير لفظ ولا حرف ولا صوت، لأن هذا كله يحتاج إلى مساحة زمنية، والمساحة الزمنية مخلوقة، والله متكلم قبل خلق الزمان، فيبقى كلام الله لا يحتاج لهذه المساحة، ولا يحتاج لمخارج الحروف، ولا يحتاج لهذه النبضات التي هي الأصوات، لا يحتاج لذلك. لكن لما أراد الله أن يخلق خلقه ويعلمهم كلامه، حول كلامه إلى قول على لسان نبينا فصار قرآنا، فتجلى الله على نبينا بصفة الكلام، فحول الكلام إلى القول الذي يليق بالمخلوق، فقاله صلى الله عليه وسلم، فقلناه نحن بعده. فأنت إذا قلت هذا الكلام وهو كلام الله، إن خرج منك كاملا جميلا صحيحا يكون من الله، كأن الله يتكلم على لسان خلقه. فإذا وكلت نفسك لنفسك أعجبت، يا سلام ده أنا قاعد أقرأ بقى لي مدة وما غلطتش ولا غلطة، يقوم يأكلك لنفسك، تروح واقع تنسى، تغلط، تتلخبط، تخش في آية تانية، مش ده اللي بيحصل؟ إنما طول ما أنت نفسك ناسي نفسك مع الله كده، وشيء سايب نفسك في القرآن ماشي كده حلاوة، ما تقفش. أول ما تقول لنفسك إيه الحلاوة دي، يعني ابتديت بقى تعجب بإيه؟ بحلاوتك، مش تشوف فضل الله،
يقوم ياكلك لنفسك ويقول لك حلاوه، الحلاوه منك ده مني، يقوم يسيبك لنفسك تلاقي نفسك اتلخمت، الايه تلتبس عليك وتخش في سوره تانيه وتقف وما تعرفش تكمل. يبقى عدم الكمال في القراءه منسوب لك، والكمال في القراءه منسوب الى الله. كذلك كل فعل حميد اذا فعلته كان كاملا فهو من الله منسوب، واذا وكيلك لنفسك يظهر النقص. فهمت؟ في كل الافعال بقى وفي كل الاحوال. ادي معنى وما اصابك من سيئه فمن نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تخلى جاءه الوحي، لما كمل تخليه جاءه الوحي فضمه الضمه الاولى ليخليه من تخليه حتى ينسيه الجهد الاول الذي بذله فيبلغ منه الجهد فيستشعر الضعف فيدخل على الله بضعفه لا بقوته. فكانت الضمه هي سلب النبي من قوته حتى يقف بكمال الافتقار الى ربه، فلا يكون قويا بقوته بل قويا بربه. وعلى شكل يقول حتى بلغ مني الجهد، يعني خلاه حتى من قوته صلى الله عليه وآله وسلم ليغطيه سبحانه وتعالى بقوته. وعلى شكل بيقول لك كانت انت نفسك في دخولك في الإسلام بتقول ايه؟ اشهد ان لا اله تخلي الا الله تحلي، مش كده برضه؟ فأي شيء في الإسلام تجد أنك أنت بتخش بالتخلي والتحلي. أنت قبل ما تصلي بتتخلى عن النجاسات وعن الأحداث وتستر عورتك، ثم تتحلى بذكر الله فتقف مستقبل القبلة وتقول الله أكبر، فيبدأ نزول التجليات عليك. فإذا قلت الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا سر بيني وبين عبدي ولعبد ما سأل، فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم أعطاك ما أعطاك من فضائل وأنوار. يبقى المسألة كلها تخلي فتحلي فتجلي، أدي المعنى اللي هو بيقوله الشيخ. وهذا دليل على ما قدمناه، وهو أن من دخل في الطريق بالتربية والتدريج أفضل ممن لم يكن له ذلك، إذ هذا كله تربية وتدريج للنبي صلى الله عليه وسلم، فما كان عليه السلام يرقى إلى مقام حتى يحكم أدب الأول ويفهم معناه وما احتوى عليه من الفوائد. ولأجل هذا المعنى الذي أشرنا إليه كان الناس أبدا ينتفعون على يد من كان مربيا، وقليل من ينتفع على من كان دخوله بغير ذلك، لأن المشايخ والأولياء نوعين، ولي مجذوب وولي سالك. ولي مجذوب يعني ايه؟ يعني ولي مجتبى. مش ربنا بيقول والله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب؟ يبقى في اجتباء وفيه هدايه. المجتبى ده اطلق عليه الصوفيه المجذوب، مجذوب يعني جذبه الله اليه دون جهد منه. وليه ربنا خلى الاولياء نوعين، مجذوب ومهتدي؟ علشان المهتدي السالك لا يظن انه وصل بسلوكه، يقوم يلاقي واحد تاني وصل اعلى منه وهو ما عملش حاجه، يقوم لا يعتمد على العمل بل يبقى امله في رحمه ربه، فما يتكبرش اهل الاعمال ولا اهل العباده. يبقى جعل المجذوب دواء للايه؟ دواء للسالك حتى لا يركن لسلوكه ولا يعتمد على عمله بل ينظر لفضل ربه، وجعل السالك دواء للمجتبى حتى يرده إلى السلوك، لأنه لا يعرف الحقائق، لا يعرف الشريعة، هو كشف الله له عن الحقائق دون أن يسلك الشريعة، فربما اجتباه وهو لا يعرف حتى نواقض الوضوء، يوم يبتدي يرده بعد كده أهل السلوك يعلمه، عيب ده انت راجل ولي ازاي ما تعرفش تتوضا، ياخده ويوديه يعلمه الوضوء، عيب ده انت راجل ولي ازاي مش حافظ القران، يحفظ القران. يبقى جعل هذا دواء لهذا وهذا دواء لهذا، فسبحان من يكمل هذا بهذا ويكمل هذا بهذا. يبقى الاولياء نوعين، الولي اللي هو المجتبى ده اللي هو لم يسلك الطريق لكن اتحمل، عارف انت بالظبط زي ايه؟ زي انت رحت تحج بعد ما كبرت وكابدت
السفر والمخاطر، ودرست الحج فقهه ايه واعماله ايه، وتعبت لما جبت المبلغ اياه اللي هتدفعه للشركة اياها اللي انت هتسافر معاها، فكل الحاجات دي بذلت مجهود. والتاني اللي ملفوف في اللفة، عيل ملفوف في اللفة مش دريان بحاجة، محمول متشال مش دريان بحاجة، لا كسب حاجة ولا عمل حاجة ولا قدم حاجة ولا يعرف حتى احكام الحج. راح ابوه واخده معاه لبسه بشكير ونواله يحج، فالواد محمول على كفوف الراحة، ولا دريان بزحمة ولا دريان بحاجة، وشغال قاعدين بيطوفوا بيه ويسعوا بيه، واتكتبت له حجة وهو ما عملش اي جهد. اهو ده المجتمع. والتاني اللي راح ودفع ومشي وازدحم ودرس وقرا وعمل، ده السالك. فهمت بقى؟ فكذلك الطريق الى الله كده، في واحد محمول. طب المحمول ده يعرف يوصف لك الطريق؟ ما يعرفش يوصف لك الطريق، وعشان كده الولي المكذوب لا يهدي غيره، ما يعرفش يهدي غيره، يتوهك. لو قعدت مع ولي مكذوب يتوهك. وعلشان كده التصوف عند العوام ارتبط بالأولياء المجازيب فتوهوهم، فبقى في تصوف عوام وتصوف علماء. تصوف العوام اللي الناس بتكرهه دول تصوف الناس اللي ارتبطوا بالأولياء المجازيب الذين لم يسلكوا الطريق فتوهوهم، وربنا جعلهم أصلا لا يدلوا لأن ما سلكوش الطريق، لكن جعلهم في الطريق تشوفهم عشان تستفيد بدعوتهم لأن دعوتهم مستجابة، وعلشان كمان لا تركن لعملك أنت، تقول شوف ربنا فضله كبير أهو، ما يعرفش حاجة أهو وربنا وصله سبحان الله، بيشوف النبي كل يوم وإحنا ما شفناهوش ولا مرة مثلا. في كده عيال تلاقيهم مجاذيب هبل، ويقول لك ده بيشوف النبي كل يوم، ويشوف النبي شوف أنوار، ويكلمك بحاجات في قلبك ربنا منور له كده حاله. بتحصل، دول مجاذيب. تلاقي العوام بقى يجروا وراهم ويبصوا عم الشيخ وعايز يقلد عم الشيخ، عمك الشيخ ده يا ابني ما يعرفش حاجه، ده زي الطفل اللي في اللفه لفوه كده وحجوا بيه، يعني تيجي تساله عن احكام الحج ما يعرفهاش. فده يا دوب تستفيد بدعوته بس، تقول له ادعي لي، لكن لا تقتدي به لانه لم يسلك الطريق فما يعرفش يتوهك. لكن مين اللي تقتدي به؟ السالك الواصل اللي هو اسمه الشيخ المربي. يبقى الشيخ المربي هو ده اللي انت تقتدي به لانه يعرف الشرع وسلك الطريق وكابد النفس وعرف مخاطرها، وبعدين وصل بجهد. فاللي وصل بجهد ده لما تيجي تقعد معاه يدلك، يدلك مظبوط، يقول لك خد بالك انت في المرحلة الفلانية هيقابلك كذا فلا تركن له، في المرحلة الفلانية هتشوف كذا خد بالك، وانت الوقت اعمل كذا، يدلك حبة حبة، ياخد بإيدك يوصلك. لكن التاني يغرقك. عرفت بقى ان التصوف عند المصريين حاليا هو اللي بيقود أولياء مجازيب لا يقتدى به للأسف، واحنا لا ننكر ولايتهم لكن ننكر الاقتداء بهم، لان لا ننكر عليهم فضل الله، ربنا فضل واسع يدي اللي هو عايزه، مش بيقولك يدي الحلقة للي بلا ودان، لانه يعطي ما يشاء سبحانه وتعالى، ما يشاء يدي له حلقة وما عندهش ودان لانه ملكه، يعطي لمن شاء سبحانه وتعالى بحكمته. تلاقي واحد جاهل وغبي وما يعرفش حاجة، وسبحان الله في التجارة ما يمد ايده في حاجة تربح، وهو بسيط تفكير، لا درس الاقتصاد ولا بيعمل دراسة جدوى ولا حاجة، موفق كده. وانا اعرف كده بعض زملائي كانوا معايا في الدراسة تجار بقى واصحاب ملايين، ومستواهم الذكاء يعني اقل من المتوسط، واصحاب ملايين موفقين، لو تاجر في التراب يربح خلاص، ده فضل الله يدي من يشاء يا سيدي. فهمت ازاي؟ لكن ده ما يدرسلكش التجاره بالرغم انه بيربح، لان لو درسلك التجاره ودراسه السوق والجدوى هيغرقك، ده مكذوب، ده ربنا بيرزقه. يبقى في كل مجال في مجازيبه، في كل مجال في مجازيبه. تصدق بقى مش حتى في الطب في اطباء مجازيب. يعني ايه مجازيب؟ يعني مش دارس دراسه كافيه، ويجي له العيان يشخصه تشخيص غلط ويكتب له دواء غلط والعيان يخف ويجي يبوس ايد الدكتور، والله بنشوف، لانه اللي بيشفي ربك هو نفس العيان اللي بيشفي ربنا. تيجي تسال الدكتور شخصته، يقول لك مثلا شخصته كذا، هو ما عندوش الكذا ده خالص،
وبعدين طب اديته ده وايه ده كده غلط، ويجي العيان تلاقيه خافف. سبحان الله، عشان ربك يعلمك ايها الطبيب الشاطر ان الشفاء بيد الله مش بالشطاره. ما هو برضه عامل لك دكتور مكذوب اهو في مهنته يعني، وفي تاجر مكذوب تلاقيه تاجر قاعد يعك في التجاره وكل ما يعك يكسب، واحد تاني بيحسبها بالورقه والقلم ودارس عامل مش عارف ايه، وكل ما يجي يحاول يقع ويزحف ويقع ويزحف. مش ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ يبقى الحكايه كلها واضحه، لان ربنا سبحانه وتعالى يريد للذكي النبيه لا يعتمد على ذكائه، يقوم يجيب له الاهبل اللي بيكسب احسن منه، عشان ما تفتكرش انك انت بتكسب بعقلك، لاحسن تفتكر تبقى قارون انما اوتيت على علم عندي. لا، ده فضل الله يؤتيه من يشاء. افهم، ده فضل الله يؤتيه من يشاء. الامام الشافعي يقول ايه؟ وكان اذكى اهل عصره. الامام الشافعي ده باعتراف اهل عصره كلهم، ونادرا ما ان يبقى اهل العصر يعترفوا لواحد في حال حياته. تملي الناس ما تعرفش امتى البني ادم لما يموت، انما الامام الشافعي سلموا له في حال حياته كويس، وادوا له الامامه كده في حال حياته، لانه كان ذكاء عجيب. لكن ايه؟ يقول لك الشيخ الميت سره باتع، انما طول ما هو عايش محدش دريان بيه. هكذا حال الدنيا. لكن الامام الشافعي في حال حياته كان معروف، ذكاؤه معروف، كان يفهم الحاجه الناس تفهمها بعديه ب 200 سنه. يعني حتى علم اصول الفقه ده هو اول من صنف فيه. شوف قد ايه، يعني قعد الناس 200 سنه بعد الوحي 200 سنه بيفتوا ويجتهدوا وما عندهمش علم اصول. كان مجرد الحاجات دي عبارة عن أفكار طايرة في ذهن الفقيه. جاء الإمام الشافعي راح جاب الأفكار دي كلها وقيدها في سورة قواعد وعملها علم، علم أصول الفقه. يعني شوف قد إيه ذكائه. فالإمام الشافعي مش عايز، بالرغم من كده كان مضيق عليه في الرزق، كان يمر عليه الأيام والليالي ساعات مش لاقي ياكل، وساعات يبقى معهوش فلوس يجيب حبر يألف. يعني العلم في مخه ما عندوش حبر حتى عشان يألف ولا ورق. شوف قد ايه. والتانيين العالم اجهل من دواب، عندهم اكياس الدنانير قد كده في بيوتهم. فالامام الشافعي نفسه ليه بيت شعر بيقول ايه؟ بيبين لك ان الرزق ده بيد الله مش بالذكاء. بيقول: اكل العقاب جيف الفلا بقوة، وجنى الذباب الشهد وهو ضعيف. يعني شوف العقاب والذباب الاثنين بيطيروا، العقاب ده اقوى طائر، والدبانه طائر برضه حقيره جدا بالنسبه للعقاب ده، ولا يبص لها دبانه. العقاب ده ملك الطيور من حيث القوه. طب العقاب بياكل ايه؟ بياكل الجيف. طب والذبابه تقف على الشهد تاكل العسل، تقف في اي حته براحتها. يبقى شوف العقاب مع قوته اللي ربنا ادهاله رزقه جيفه، والتاني رزقه شهد، علشان لما ربنا يديلك عقل ما تفتكرش انك بتكسب بعقلك، لا ده بربك. فالحكايه كده. وعلشان كده حذاري من الاولياء المجازيب ان تقتدي بهم، وحذاري ان تنكر عليهم ولايتهم كمان، لانك لما تنكر ولايته انكرت فضل الله، فيقوم ربك سبحانه وتعالى يحرمك: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. فيبقى الولي المكذوب ده لا تنكر عليه ولايته وحذاري ان تقتدي به، لكن غايه ما هنالك ان تستفيد بدعوته وان تنظر لفضل الله عليه، فلا تعتمد انت على عملك دون ان تترك العمل. ادي الحكايه كلها ببساطه كده. تقوم تحسن الظن بالناس كلها وخلاص. يعني كان في اولياء، واخد بالك، كان الدكتور علي جمعه مره حكى لي الحكايه دي، يقول لك كان في راجل ولي كده مكذوب كده في الازهر، كان يقعد يصلي صلاة لا فيها اطمئنان ولا فيها قراءة ولا فيها حاجة في أي حاجة، طول النهار قاعد بيصلي، ويمكن تدور عليه متوضي ولا مش متوضي ما تعرفش، وصلاة ما فيهاش اطمئنان ولا حاجة، طول النهار الله أكبر، ويروح راكع سمع الله لمن حمده، ويسجد سجدتين ويقعد طول النهار اللي عليه كده، ما يعملش إلا كده بيصلي. وبعدين ويتكلم في وسط الصلاة. فمرة وهو بيصلي في الأزهر قاعد بيصلي كده، فواحد كان سايب إيه؟ الجزمة بتاعته. فواحد جه سرق الجزمة ومشي، فالراجل جه بيدور على الجزمة، والتاني ده بيصلي ما هو شايف المسائل دي كلها، فقام قال له في وسط الصلاة: إيه؟ سرقها سيد، الله أكبر.
وهو بيصلي. لانه مكذوب. تيجي انت بقى تقتدي بيه تقول اصل الراجل ده مستجاب الدعوه، اتكلم في الصلاه، تبطل صلاتك، ما ينفعش، يغرقك. فهمت بقى؟ لكن ممكن اما تبقى عيان تقول له يا عم الشيخ ادعي لي، ادعي لك ربنا يستجيب. رحمه، ربنا جعلهم رحمات، مش ربك بيقول على لسان نبينا لولا شيوخ ركع واطفال ردع. طب الطفل ده يفهم حاجه؟ لا صب عليكم العذاب صب. البهيمه تفهم حاجه؟ لولا شيوخ ركع واطفال ردع وبهائم رطع لا صب عليكم العذاب صب. يا عاقلين انتوا، يا عاقلين انتوا اللي فاهمين نفسكم تفهموا شهادات حلوه واساتذه ودكاتره وتيجوا في الفضائيات تعرفوا ان انا برزقكم عشان البهايم، وبرزقكم عشان الاطفال الصغير. فهمت ازاي؟ فالحكايه انت ما تعرفش رحمه ربنا نازله عليك من مين. فلا تستقل احد من خلق الله، ولكن المساله هنا دين. كيف اقتدي؟ لا اقتدي الا بمن يعرف الشرع الشريف. ادي المساله. لكن لا باس ان انا استفيد بكل خلق الله، استفيد برحمات الله كلها، ابواب كتير. لكن اما اجي الدين بقى، ان هذا الامر دين، فانظر ممن تاخذ دينك. ادي المساله. والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله خيرا.